تمام كابتن. كابتن حسام انت نجم كبير في الزمالك، عايز اقول لك حاجه دلوقتي. الزمالك خلينا نعترف مش الزمالك بتاع اي منكم، مش الزمالك بتاع اتنين دوري ورا بعض وبطوله افريقيا، ولو ما خدش الدوري يخسروا باتنين بونتو في اخر مباراه مش من الدور الاول. كلنا نعترف ان الزمالك مش في مستواه، ولكن الزمالك يفضل ويبقى اسم كبير. الزمالك داخل المباراه دي بحظوظ اقل، دايما كنقول ماتشات القمه ما فيهاش توقع 50 50 والكلام ده، لكن المره دي كلام كتير كلام فني. احنا بنتكلم ان في الفنيات او في القماشه، حتى القيمه التسويقيه الاهلي 28 مليون الزمالك 18، فكفه الاهلي فنيا ارجح من كفه الزمالك. حضرتك بتقول نفس الكلام ولا انت شايف ان مباراه القمه تختلف؟ زي ما الكابتن احمد قال، حته الاستقرار على التشكيله اللي بيحطها دايما كولر، تشكيله كولر بيبقى فيها فعلا يعني تغييرات حاجات بسيطه، اذا كان هيغير لاعب او اتنين يعني، انما غير كده ما اعتقدش. يعني هو الماتش اللي فات بس ما فيش الا اللي هو بتاع جورماهيا كيني، كان عطيه الله هو اللي كان موجود، هو يحيى والظروف علي معلول بالظبط يعني معلوم. دي عشان خاطر اصابه، فده بدا يدخل عنصر اساسي من اللاعبين. طبعا يهمنا قوي حته ان المجموعه بتاعتنا وفريقنا يكون على قدر المسؤوليه، لان مهم جدا المباراه، يعتبر هي جوله واحده. ايوه. ومطالب من انت تاخد البطوله. هي مباراه هنقول فعلا الاهلي يعني كفته ارجح واستقراره بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للعيبه، انت داخل عليك لعيبه كمان جديده. انت الماتش اللي فات كمان شويه عمر جابر باك ليفت، بتحط شحاته اللي بيلعب ديفندر باك رايت، فاللي هي عندك الحته دي شويه مشاكل لسه فنيه ما اتحلتش بالظبط. انما لما نشوف السكور شيت اللي مسافر او البعثه اللي مسافره مع نادي الزمالك، لا بدا الحته دي تتنظم. كنا بنشوف جوزيه دايما تحس ان هو بيعمل تشكيله خطا، وبعدين بعد شويه يبدا يعدل لما يحس ان في دربكه وفي لعبكه في نص الملعب، فيقوم مغير بسرعه. طب يا عم انت ليه ما بداتش كده من الاول؟ يا اما بيبدا غلط يا اما بينهي يعني. طب هاخد من كلام حضرتك معلش، بيبدا غلط لعدم معرفته بامكانيات اللعيبه، ولا هو مدرب على قده؟ لا هو المفروض ان خلاص عرف اللعيبه، بس الفكره انت حاله اللعيبه بقى، حاله اللعيبه اولا هو ادرى مننا بيها، تاني حاجه والاهم السكور شيت اللي موجود عندك مش يعني مش مساعدك، لان انت كان عندك محمود بنتاك لسه جاي، محمد حمدي لسه جاي، فتوح عنده مشكله، ابو شافي كان مصاب يعني، فانت الحته ديت كانت واقعه منك. حته السوبر الحته اللي ورا حسام عبد المجيد يعني المستوى مذبذب شويه، فيركب الزناري لان الونش لسه راجع ولسه جاي من اصابه، فطبعا مش هيقدر يدي، فحطة حاطط المسلوس اللي هو اللعيب التكتيكي بتاعه من الموسم الماضي ان هو يحط السوبر دايما بصفه مستمره، وبعد كده بيحط عليه جنبه اي حد، يا بقى زناري يحط حسام عبد المجيد. المهم ان المسلوسي، ودايما انا بشيد بيه المسلوسي، من اللعيب التكتيكي اللي هو ما عندوش حته الابداع يا ابو حميد، يعني ما عندوش ان هو يبدع، ما عندوش اللي هو اللي المدير الفني بيقوله له بيعمله صح. وده المطلوب في المكان ده، وده المطلوب في المكان. الله ينور على حضرتك، المكان ده مطلوب قوي، انت محتاج السهل ممتنع. انا بطلع الكوره لوحده، يا اما والكوره على الارض انا بسلم اللي قدامي وخلاص بشتغل. مش سهل يا كابتن انك تيجي من باك يمين او باك شمال وتلعب الحته دي، ولا حاجه عاديه خط الدفاع كل واحد؟ هو الخط الدفاع كل واحد، بس في واحد عنده الملكه ان هو يشتغل في الحتتين دول، وفي واحد ما يقدرش. اللي مش هيقدر خلاص، مع عمر جابر انت بتجيبه من باك رايت وراجل على عدلته اليمين بتلعبه باك ليفت، فدي برضه مش عدلته، ومع ذلك هو بيجيد فيها، فبالتالي لازم اديله وابقى في ظهره. انما السكور شيت اللي موجود في البعثه واللي كانت في الفريق اللي جاي، انا يعني انا بشيد بها جدا جدا. يعني انت داخل الماتش ده وانت مطمن شويه، يعني دخلت مثلا من شهر كنت تبقى قلقان، ابقى قلقان. انما لما ادور على المعطيات بتاعتي والسكور شيت اللي موجود والفرقه اللي موجوده، لا بدا فيها عنصر جديد جدا جدا جدا. النهارده لما يجي يحط اربع مدافعين ورا، يعني حاطط النهارده عمر المسلوسي والونش، طبعا ربنا يشفع فيه، وجوده برضه انا هقولها وجوده مهم جدا مهم جدا طبعاً جدا طبعا، ده راجل من كباتن الفرقه، فوجوده حتى نفسيا حتى ودفع للعيبه مهم تمام جدا. ادي اتنين، وحسام عبد المجيد ثلاثه، والزنار اربعه، ادي اربعه السوبر موجودين. اتنين باك رايت، عمر جابر واحمد محمود. اتنين باك ليفت، محمد حمدي ومحمود بنتايج. يبقى انت كده نظمت الحته اللي ورا كويس قوي. هنيجي نص الملعب، عندك دونجا لا غبار عليه، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، شحاته، وموجود شحاته. طيب مين البدل اللي ممكن يبقى موجودين؟ عندك محمد السيد وعندك زياد كمال. زياد كمال، فيبقى عندي برضو النواقص اللي انا اقدر اشتغل من خلالها. طب الخط الامامي بقى اللي هو الاطراف والمهاجمين، اطراف حاطط مين؟ حاطط شيكابالا،
ومصطفى شلبي وزيزو ومشلاك اللي هو الجديد اللاعب الجديد، ومحمد السيد محطوط في نص الملعب على فكره، محمد السيد الولد الناشئ في نص الملعب، في نص الملعب. مين المهاجمين بقى؟ كلهم موجودين، سيف الجزيري، ناصر منسي، حسام اشرف، وعمر فرج. فانا ده السكور شيت ده مطمنك، يطمني. بس التشكيله بقى انا هحطها.